أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. البصائر، وصول 1000 جندي أمريكي إلى عين الأسد غربي الأنبار. نيويورك تايمز، مسؤولون أمريكيون شككوا في قوة المعلومات التي قادت إلى مقتل سليماني. العربي الجديد، إيران تعلن الخطوات النهائية من تقليص تعهداتها النووية. وفي القدس العربي، سوريا ميليشيات في مناطق النظام تذبح 21 راعي غنم في ريف الرقة. وفي موقع الهيئة نت، مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين الناصرية إثر رفضهم تشييعا رمزيا لقاسم سليماني. وفي العرب اللندنية، قادة الميليشيات يخشون مصير سليماني والمهندس. أما في عربي 21، العراق، استهداف السفارة الأمريكية بخمسة صواريخ وإصابة ثلاثة مدنيين. دخل الحشد الطائفي في العراق مرحلة المأزق، وبات يندفع خطوة خطوة نحو خوض معركة البقاء، وهو الذي كان تشكل ليكون الأداة الاستراتيجية للحكم تحت ظلال الاحتلال، وربما كانت الأحلام تراوده وقتها ومن أسسوه بأن يكون الحاكم للأداة. مقال للكاتب طلعت رماح، نشره موقع الهيئة نت. الولايات المتحدة التي كانت الراعية والحامية والدافعة لتشكل تلك الميليشيات باتت تخوض صراع تطويع لها لتكون أداتها في احتلال العراق لا أداة إيران في معادلة التوازن. الصراع بين النفوذين الأمريكي والإيراني لقد سمحت الولايات المتحدة، ويمكن القول طلبت بتشكيل تلك الميليشيات وأشرفت على تدريبها عبر مدربين من الجيش الأمريكي، وكانت هي من تخطط لعملياتها القتالية، وهي من توفر لهم الغطاء والدعم والإسناد الجوي. لكنها غيرت موقفها مع تصاعد صراعها مع إيران، وباتت تعتبر بعض فصائل الحشد كيانات غير مشروعة، وقد وصل موقفها حد اتهام قياداتها بالإرهاب بعد ذهاب مجموعات من الحشد إلى أسوار السفارة الأمريكية في بغداد. وهكذا صارت الميليشيات في وضع استراتيجي محاصر من جميع الجهات. إذا وضعنا في الاعتبار أن الحشد قد ارتكب المجازر وأعمال القتل الجماعي في مختلف أنحاء محافظات وسط وغرب العراق، وبات عدواً لجمهورها وكافة تشكيلاتها المجتمعية، وأن تلك الميليشيات قد خاضت صراعاً عسكرياً مع قوات البيشمركة الكردية، ومن الأصل ومن الأساس إذا وضعنا في الاعتبار أن تلك التشكيلات هي في موضع الصراع والمواجهة مع كافة القوى الوطنية الرافضة لتشكيلها وللمنظومة الطائفية التي ولدت الميليشيات من رحمها، بل ولمنظومة العملية السياسية التي شكلها الاحتلال منذ بدايتها في عام 2003. بات الحشد الآن في مرمى نيران مصوبة من كل الاتجاهات على اختلافها بل تناقضها، وكل منها يشكل على حدة خصما استراتيجيا على صعيد القدرات والإمكانيات، حتى بات الحشد أقرب إلى وضعية المطارد بلا مكان للاختباء. لقد انتهت التغطية السياسية والعسكرية له، وحل محلها وضعية التصويب ضده سياسيا وعسكريا، بما جعله يعيش معركة البقاء. أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق تصريحا صحفيا حول العثور على مقبرة جماعية جديدة في مدينة الفلوجة شرقي محافظة الأنبار، وجاء في نص التصريح الذي نشرته صحيفة البصائر ما يلي.
اكتشفت مقبرة جماعية جديدة في منطقة المشتل شرق مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، تضم قرابة 200 جثة لمدنيين يعتقد أنهم من المغيبين قسرياً من أهالي مدينة الفلوجة والصقلاوية وعدد آخر من مدن محافظة الأنبار الذين اختطفتهم الميليشيات الطائفية المجرمة في حربها المسعورة على هذه المدن منذ عام 2014، علماً أن منطقة المشتل كانت تخضع لسيطرة القوات الحكومية وميليشيا ما تسمى كتائب الإمام علي وكتائب حزب الله التابعتين لميليشيا الحشد الشعبي، ولم تخضع هذه المنطقة لسيطرة الجماعات المسلحة الأخرى. وبحسب شهود العيان فإن الإدارة المحلية في الأنبار تسعى للتستر على هذه الجريمة البشعة وعدم السماح بنشر أي معلومات عنها أو فسح المجال أمام ذوي الضحايا للتعرف على أبنائهم المختطفين منذ عدة سنوات. إن هذه الجريمة البشعة تعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي تستوجب محاكمة مرتكبيها وإنزال العقوبات اللازمة بحقهم، وتتحمل مسؤوليتها الكاملة حكومة الاحتلال السادسة، حكومة العباد وميليشيات الحشد الشعبي وكل من ساندهم في المذابح المرتكبة في هذه المدن التي تظهر بشكل فاضح حجم الدماء الغزيرة التي تسفكها هذه الجهات منذ تسلطها على رقاب العراقيين. ويوضح تصريح الهيئة أنه يجب محاسبة المسؤولين السابقين واللاحقين في محافظة الأنبار الذين ارتكبوا جريمة التعاون مع هذه الميليشيات في وقتها، ويرتكبون الآن جريمة التستر على هذه المقابر الجماعية المكتشفة. وصلت الأزمة الأمريكية الإيرانية إلى ذروة تصعيد غير مسبوقة مع العملية العسكرية النوعية التي قامت بها طائرة أمريكية بدون طيار قرب مطار بغداد، بما يعني أن التحرشات والاستفزازات التي سيقوم بها نظام الملالي عبر أذرعه الميليشياوية الطائفية أو بشكل مباشر ستواجه برد أمريكي فوري، بحسب الكاتب عمر كوش في صحيفة العربي الجديدة. ويبدو أن محاولات النظام الإيراني التحرش بالولايات المتحدة عبر هجمات صاروخية قامت بها ميليشيات حزب الله العراقي على قاعدة تأوي عسكريين أمريكيين في كركوك، وأفضت إلى مقتل متعاقد أمريكي، قد أدت إلى نتائج لم يتوقعها ساسة طهران لأنهم لم يفهموا الرسالة من تنفيذ القوات الأمريكية ضربات عسكرية على مواقع ميليشياتهم في العراق وسوريا، بل أوعزوا إلى الميليشيات الطائفية في العراق بالتحرك ومحاصرة السفارة الأمريكية في رد فعل على الهجمات الأمريكية، معولين على عدم رد الإدارة الأمريكية وأن تمر العملية من دون أي رد من الولايات المتحدة، مثلما مرت عملية إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار عند مضيق هرمز في يونيو حزيران الماضي. ولعل أهم ما تضمنته الرسالة الأمريكية من عملية قتل سليماني وقبلها عملية قصف مواقع ميليشيات حزب الله العراقي، أن قواعد اللعبة ما بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني تغيرت. تكلفة أي حرب مقبلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني وثمنها سيكونان كبيرين جدا، وخصوصا بالنسبة للشعب الإيراني، وستكون الفائدة التي ستجنى منها ضئيلة أمريكيا إن لم تكن محدودة وسريعة، لأنها ستفضي إلى سلسلة من الأزمات في المنطقة. الخدمة التي قدمتها الحماقة الإيرانية الأخيرة لترامب لا تقدر بثمن، فقد قربته أكثر من أي وقت مضى وأكثر من أي مرشح رئاسي آخر ليعود إلى سابق عهده أكثر حماسة وتصميما على خدمة إسرائيل. هذا في مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية.
جاءت محاصرة السفارة الأمريكية في بغداد، وشاهد الأمريكيون احتراق بعض جدران أسوارها وتكسير زجاج نوافذها، وسمعوا هتافات المهاجمين المعادية المهينة الصريحة لتعطي ترامب تفويضا شعبيا بالرد. ويجمع الكتاب والمحللون والمعلقون الأمريكيون على أن ترامب بالعملية الاقتحامية المباغتة التي اصطاد بها قاسم سليماني الذي يعتبره الأمريكيون أخطر قادة الحرس الثوري، أراد أن يفهم النظام الإيراني أنه استبدل سياسة الانتقام من الحواشي والوكلاء بسياسة استهداف الرؤوس الكبيرة في النظام نفسه. ولعل أهم ما حصل عليه ترامب من صواريخ حزب الله العراقي ومن اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هو الحرج الذي سببه للديمقراطيين. فزعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي مثلاً في تعليقها على العملية وهي أعدى أعداء ترامب لم تجرؤ على تسخيف ما قام به كعادتها، بل دعت فقط إلى التهدئة وأبدت مخاوفها من النتائج المترتبة على التصعيد، وعتبت عليه لأنه لم يستشر الكونغرس بشأن استخدام القوة العسكرية ضد إيران. متوقع وعادي وطبيعي أن يغضب الولي الفقيه، ومتوقع كذلك أن ينضم قادة الميليشيات العراقية وحكومة عادل عبد المهدي إلى مواكب المستنكرين والمنددين والمهددين، رغم أن أحدا من كل هؤلاء جميعا لن يفعل شيئا ذا قيمة نذائية حقيقية بالقواعد والمؤسسات والشخصيات الأمريكية إن كان في العراق أو في المنطقة. سليماني غيب، فهل يسمح ببقاء مخططه؟ مقال للكاتب إياد أبو شقرة في صحيفة الشرق الأوسط، نستمع إلى جزء منه. قرار قمع ثورة الشعب السوري لم يتخذه حزب الله في لبنان ولا عصائب أهل الحق ولواء أبي الفضل العباس في العراق، حتما ليس لواء فاطميون التابعة للهزارة الأفغان، بل اتخذ في إيران ومن قلب مطبخ القيادة الإيرانية وحرسها الثوري. القمع الممنهج والمشاركة الواسعة للميليشيات الطائفية كان أكبر بكثير من حماية قرى لبنانية عبر الحدود السورية أو مراقد ومزارات هنا وهناك، بل كان جزءا من خريطة إقليمية ولدت مع ولادة الثورة الخمينية والتخطيط لتصديرها، حتى ظاهرة داعش التي أسهمت إسهاما مباشرا في إجهاض الثورة السورية وإحكام ميليشيات طهران طوقها الأمني على محميات قاسم سليماني العربية، كان لها وجه آخر غير الوجه الذي رغب المجتمع الدولي ومنه نحن العرب أن يكتفي به اليوم. بعد تغييب سليماني بسلاح دونالد ترامب على المنطقة، التنبه والحذر المأمول من واشنطن الجديدة صياغة استراتيجية واضحة إزاء خطر مخطط إيران الإقليمي واعتماد سياسة جادة لمواجهته، وليس فقط تأديبه من أجل تغيير سلوكه. المنطقة تعيش حقبة مصيرية لا تتحمل معها دروساً مجتزات، والمؤكد أنه لن يفيد الاكتفاء بإرسال التحذيرات والإعراب عن التمنيات وتبني الرهانات المتفائلة. لقد تبين من الواقع المؤلم ولدى النظر إلى التعامل مع الثورة السورية أن مخطط المقاومة أو إيران يقوم على هيمنة إيرانية إقليمية مطلقة تسفر في نهاية المطاف عن التوصل إلى صفقة كبرى مع دول المنطقة. هل تطفئ المواجهة الأمريكية الإيرانية نار الثورات؟ سؤال جاء في افتتاحية صحيفة القدس العربي. كانت تدرجات التصعيد في المواجهة الأمريكية الإيرانية قبل حدث مقتل قاسم سليماني تسير في تناظر حرج مع الحراكين الشعبيين في العراق ولبنان، ورغم أنه لا يمكن الفصل بين المسألتين فقد كانت الجماهير العراقية واللبنانية تتعامل مع معركتها مع النظامين بحذر. المظاهرات القائمة في العراق تنشد تغيير نظام محسوب على طهران،
لكن هذا لا يجب أن ينسينا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أنشأت هذا النظام، وإذا كانت ترغب في إضعاف النفوذ الإيراني في العراق لكنها لا ترغب في إسقاط النظام الفاسد فهي أيضا مسؤولة عن صناعته. وقد صار مفروغا منه أن واشنطن بعد فترة بسيطة من تأييدها للثورات العربية المنطلقة عام 2011 عادت إلى تأييد الانقلاب العسكري في مصر، ثم تحالفت مع مجيء ترامب مع أجندات أنظمة الثورة المضادة في الإمارات والسعودية وغيرهما، ولم نجد لها موقفا حقيقيا داعما للثورات منذ ذلك الحين. كان لافتا للنظر ضمن هذا السياق أن المتظاهرين في مدينة الناصرية العراقية تصدوا لعناصر فصائل من الحشد الشعبي حاولوا احتلال أماكن الاعتصام وفرض مراسم جنازة لقتلى الغارة الجوية الأمريكية، ثم أطلقوا الرصاص الحي على المحتجين الذين رفضوا تجيير احتجاجاتهم لصالح المواجهة الأمريكية الإيرانية، وانتهى الأمر بحرق مقر للحشد الشعبي. لكن السؤال هنا، هل يتمكن الثوار العراقيون واللبنانيون من النأي بأنفسهم عن تلك المبارزة التي تجري بين بلدين يتنازعان المنطقة إذا تصاعدت المعارك بين الطرفين، أم أن نيران المواجهة ستطفئ نار الثورات؟ ذكرت وكالة أنباء أن الحرائق التي تجتاح أستراليا تسببت حتى الآن في مقتل 24 شخصا وحرق مساحة تزيد على 6 ملايين هكتار من الأراضي، مساحة أكبر من حجم هولندا، وتدمير أكثر من 2000 منزل، وجعل تلوث الهواء في المدن الأسترالية هو الأسوأ في العالم. وذكرت صحيفة لاغرو الفرنسية أن الحرائق تسببت أيضا في نفوق ما لا يقل عن 500 مليون حيوان مختلف بين ثدييات وطيور وزواحف، مع حرقا أو اختناقا، وأن هذا الرقم يمكن أن يبلغ مستويات أعلى عند إجراء الجرد النهائي للخسائر والأضرار. ونقلت الصحيفة عن دراسة قام بها خبراء بيئيون في جامعة سيدني الأسترالية أن ما لا يقل عن 480 مليون حيوان نفقت في ولاية نيو ساوث ويلز منذ سبتمبر أيلول الماضي، وأن ما لا يقل عن 20% من الثروة الحيوانية لمدينة كوالا قد فقدت، وأن إعادة إعمار المنطقة بالأشجار والحيوانات تتطلب 40 عاماً. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.